طيب يبقى طيب احنا مفهوم هنا القراءة هي صورة من صور العبادة أو معنى آخر للعبادة، ممكن هنتضح ونفهم المعنى أكتر لما حضرتك تقول لنا الفرق ما بين عبادة الملائكة وعبادة الإنسان. الله التكليف هنا إيه والتكليف الله. هنا إيه؟ الملائكة بطبعهم بجبلتهم هم أساسا ما يعرفوش يعملوا حاجة غير العبادة، فمن خلق للركوع هو راكع إلى أن تقوم الساعة، ومن خلق للسجود منهم فهو ساجد إلى أن تقوم الساعة. تخيلي مليارات السنين بقى وهو ساجد لا يرفع، راكع لا يرفع، قائم لا يركع ولا يسجد، مسبح لا يفتر عن التسبيح، مصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك الصلاة عليه، مستغفر دائما. يعني في ملائكة ربنا خلقهم لنا مخصوص يا أستاذة سارة عشان يستغفروا لنا. سبحان الله، خلقهم مخصوص. طب أنا أعمل إيه مع الإله ده؟ أقطع نفسي يعني في العبادة؟ والله مش عارف، مش لاقي. خلق لي ملائكة مخصوص عشان يستغفروا لي، ومش أي ملائكة، الذين يحملون العرش، مش أي ملائكة، ده المصطفون من الملائكة، ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. اللهم إنا آمنا. اللهم أي إنا حد آمنا. مؤمن أي دكتور حد إبراهيم؟ مؤمن طبعا، مؤمن بالله، مش مؤمن بمش عارف ايه طبعا اكيد، والكلام الفارغ. يعني في مكانه معينه او قدر معين عشان يوصلوا لمرحله الملائكه تستغفر للعبد؟ مجرد الايمان. مجرد الايمان. نعم نعم، بس الايمان الكامل مش الايمان الحلمنتيشي. ما دلوقتي احنا بقى ايه يعني، كل واحد بيدي صك لاي مش حد فكره بالايمان. كلمه في البطاقه. الايمان سته. ايوه سته، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر. اللي امن بالسته دول يبقى هو مؤمن. كفر بواحد من الرسل، واحد قال لك والله انا سيدنا شعيب ده يعني مش، فكفر بسيدنا شعيب. كافر 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 يا عم، ده مؤمن بكل اركان الايمان السته الا نبي واحد، الا كتاب واحد ربنا نزله من السماء. كافر ومخلد في النار، لا كلام، ده اجماع اهل العلم على هذا الكلام. فمؤمن يعني مؤمن بالسته دول، بالله وملائكته. واحد ما عجبوش سيدنا جبريل مثلا فكفر بسيدنا جبريل، خلاص في النار، انتهت قضيتك. يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ربنا سماه كفر على طول. تمام. فيؤمن بالستة دول يبقى هو المؤمن، يبقى يدخل في الملائكة بإيه؟ يستغفروا. بيستغفروا لهم، مش يستغفروا بس، معلش سامحيني يعني. لا اتفضل. لا ده بيستغفروا، بيدعوا دعاء أنا نفسي معرفش أدعي لنفسي. ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فضاف للإيمان التائبين واتبعوا سبيلك، ضاف للتوبة من اتبع السبيل. لأن واحد يقول تبت بس عمال يخرب برضه، تبت بس عمال يفسد اللي بيني وبين الأستاذة سارة مثلا، بيني وبين كل خير يا رب دايما عمال يفسد اللي بيني وبين قناة اي تي سي، أنا بيني وبينها كل خير، أنا باجي لرسالتي وشكرا يعني. طب ليه تفسد؟ لا يبقى مش من اللي بتدعي لهم الملائكة. ليه؟ لأنه بيفسد. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، نص صفحة أو ثلاثة أرباع صفحة في القرآن الكريم دعاء من الملائكة مخصوص لأصحاب هذه الأوصاف. سبحان الله. يبقى احنا الخلاصة الملائكة هم مجبولين على الطاعة. نعم. وعلى عبادة الله. نعم. الإنسان إيه؟ الإنسان مخير. نقدر نقول الملائكة مصيرين لكن الإنسان مخير. اتفضل، عايز تآمن اهلا وسهلا، مش عايز تآمن والله ربنا ما يرضهوش انك ما تآمنش لانك هتروح النار. لكن هيتعرف وطريقه لمعرفة الله هي بإقرأ. لا شك، يا نهار ده المفتاح. ده ما فيش حاجة حوالينا الا وبتقول لنا ربنا موجود يا استاذة سارة. نفسك اللي طالع منك بيقول لك ربنا موجود، قلبك اللي شغال، نبضك، لحمك، دمك، جلدك، الشمس اللي طالعه وبتغيب، والليل والنهار، وربنا يقول لنا كده في القرآن، ومن آياته ومن آياته ومن آياته، فحمال يفكرنا ان ده خلقه هو، خلقه لينا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم، لكم. خلق ده كله عشانكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكم. واخد بال حضرتك؟ كل النعم اللي حوالينا لينا، فازاي ننكرها ونكفر بيه؟ يبقى الفرق ما بيننا وما بين الملائكه هي فكره العلم والمعرفه والاختيار، يعني هم دول ادوات الاختيار. فكان الرد ربنا على الملائكه لما قالوا له اتخلق فيها من يفسد فيها أتجعل فيها؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ام قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم العلم؟ نعم، العلم ده يعني واسع جدا. الملائكه ما نقدرش نقول عليهم جهله، لكنهم لا يعلمون كل العلم.
يعلمون من العلم ما علمهم الله إياه. فالحتة دي اللي كانوا بيتكلموا فيها في بني آدم ما كانوش عارفينها، فربنا قال لهم لا، ده أنا هقول لكم بقى على الخلق الجديد اللي أنا بخلقه ده وعايزه ينزل في الأرض ويعمل ويعمل، هقول لكم على جوانب فيه أنتم مش عارفينها. فراح خص سيدنا آدم بنوع من العلم ما هوش عند الملائكة اللي اتكلموا دول. قال لهم إني أعلم ما لا، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة عشان يثبت لهم، زي ما نقول إيه، لنعلم أو ليعلم أو حتى نعلم، كل ده يعني علم ظهور وبيان، أي حتى نبين هذه الأمور للحياة وتشهدها الخلائق جميعا أنها ظهرت. ولا يعلمن الله الذين صدقوا، ولا يعلمن، طب ما ربنا بيعلم، قال لا، علم ظهور يطلعه فكل الدنيا تشوفه عشان كل الدنيا تبقى ايه، شهيده مع الله على ما حدث. فقال لهم بقى يلا انبئوني باسماء هؤلاء، احنا مش عارفين، مش انا قلت لكم اني اعلم ما لا تعلمون. فكانت دي ادوات اللي ربنا اداها للانسان، كل ده علشان يطبق مفهوم تاني للعباده، مفتاحه اقرا، اقرا الله في الكون كله. واحنا لسه كنا الاسبوع اللي فات واخدين سوره الرحمن، الرحمن علم القران، وقلنا انها بالماضي، خلق الانسان علمه البيان، فقلنا ان دي الادوات برضو اللي بتخلي الانسان يعرف يختار ويعرف يطبق معنى اقرا. الراجل العربي زمان بسيط، ما كانش يقرا قران ولا حاجه، فمشي كده وشاف الدنيا والجبال والارض، فقال سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، كل هذا ملك لله الواحد القهار. سبحان الله، بوحده كده بفطرته اهتدى لله، في خالق لهذا الكون. ما تقوليش صدفة بقى بتاعت أولاد الصدفة دول، إيه؟ ولا تقولي طبيعة أولاد الطبيعة، إيه عام طبيعة إيه وبتاع إيه، فين بيتها الطبيعة دي عشان أزورها، فين تليفونها عشان أتصل بيها، فين كتابها اللي بتشرح فيه كيف خلقت هذا الكون. لكن أنا عندي قرآن الأوحد على وجه الأرض، هو اللي بيقول لي تفصيلات التفصيلات في هذا الكون، ولا يستطيع أحد أن يتكلم عنها إلا هو. وبعد آلاف السنين بتيجي المعامل بتاعتنا بتقول لنا آه فعلا ده الشمس بتتحرك، فعلا ده الارض بتتحرك، مع انه زمان لو حد قال للعرب الارض بتتحرك ممكن يحصل له جلطه ولا حاجه يعني. لكن ربنا يقولها في القران بطريقه يقبلها العربي ويقبلها العامي ويقبلها المتخصص، ويقول تعظيم سلام لرب العالمين. ازاي الكلمه دي تاثر الجميع، تاثر المتخصص في ادق التفصيلات وتاثر العامي، فلا تؤثر على 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 انه يبعد عن رب، بل بالعكس تقربوا لربنا. وهي نفس الكلمه، والارض بعد ذلك دحاها، وكل في فلك يسبحون، كله بيتحرك. فالعربي يقراها وتمشي على ما كل دي عنده، ممكن كل ايه، ما يتوقعش ان ليها دلاله. سبحان الله، وهنا في تنوين، التنوين اهل اللغه يقول لك التنوين يكون عوض عن جمله، عوض عن كلمه، عوض عن حرف، فتمشي مع العربي اللي هو مش فاهم، وتمشي مع العربي اللي فاهم، وتمشي مع أستاذ التلسكوبات العالمية اللي هتظهر حتى لو ظهرت قد كده مليون ولا مليار مرة. سبحان الله، هذه إعجازات القرآن الكريم. ربنا حط بقى شرطية للقراءة دي، إن مش أي قراءة هتبقى علم، ومش أي علم هيكون نافع إلا بإقرأ باسم ربك. لازم تكون مركزيتك في القراءة دي هي ربنا. ممكن نوضح ده؟ ممكن نمدح الإعداد ولا ربنا يبارك ولا حد هيزعل فينا يعني. ربنا يجازيك كل خير. يا نهار أبيض على السؤال ده. السؤال ده يا أستاذة سارة اللي يعمل بيه هيقي مليارات من الكفر. كل أنواع الظلم اللي حضرتك شايفاها على الأرض هتنتهي عشان السؤال ده. إيه؟ لما ربنا قال اقرأ، الناس قرأوا فعملوا القنبلة الذرية. فعملوا ايه؟ الناس المساكين اللي في بيوتهم، المدنيين المجرمين قتلوهم.